المشهد سوداوي، لا حكومة عهد أولى ولا أخيرة. بعد تكليف الحريري تأليف الحكومة، سد انطباع أن الرجل عاد بزخم، ولو لم يكفل التأليف السريع لما دخل في مثل هكذا مغامرة. وما كان يتردد سابقا بقي شكا بلا رصيد، إذ أن مهمة الحريري دخلت دوامة المراوحة ولم يستطع حتى الساعة تقديم تشكيلته. أما المعطيات التي سادت سابقا من أن هذه الحكومة ستكون حكومة العهد الأخيرة وستستمر حتى موعد الانتخابات، فكل ذلك يدخل في صلب الكلام بكلام. والرئيس عون فور انتخابه قال إن حكومة الحرير الأولى في عهده ليست حكومة العهد الأولى، ويبدو أنه لن يستطيع تأليف حكومة العهد الأخيرة. فمن يقرأ في المواقف الأمريكية يرى تشددا غير مسبوق، فكل الحديث الذي يتردد من أن مجيء بايدن سيسهل مهمة التأليف في غير مكانه، لأن تشدد الإدارة الأمريكية ليس له دخل في شخص الرئيس، خصوصا أن قسما من العقوبات وافق عليه الجمهوريون والديمقراطيون. وما هو ظاهر وحسب تصاريح السفيرة الأمريكية بأن بلادها ستفرض حزمة جديدة من العقوبات على شخصيات لبنانية متورطة بالفساد وبدعم حزب الله. وإضافة إلى كل هذه العوامل، يأتي التشدد الأمريكي الحاسم تجاه حزب الله والرفض المطلق بأن يمثل في الحكومة الجديدة. لذلك ستكون مهمة الحريري شبه مستحيلة، فهو لا يستطيع تخطي الموقف الأمريكي، كما أنه ليس بإمكانه أن يؤلف حكومة بلا رضا حزب الله وعون. وإذا بقيت الأجواء هكذا ملبدة، فإن كل الاحتمالات واردة، ولا يوجد أي عامل يوقف بورصة الانهيار إلا إذا رضخ حزب الله للضغوط.